بيتو. هذه مش هذا المشكل، هوني كوتي دو بروبليم، لو بروبليم آلية الخدمة في ليتوال غالطة، يا ناس رانا نخدموا بالغلط، تبدلوا الأسامي وباقي نخدموا بالغلط وناخذوا في القرارات بالغلط. ماهيش مشكلة أسامي. أخي أنت الهيئة المديرة ما فماش فيها أربعة ولا خمسة أعضاء توا ما عندهمش علاقة بالليتوال. أخي معقول هذا؟ جو ديفون بيرسون. مي فما رئيس واربع نواب ولا اربع من الناس معايا ما يتكلم مع حتى حد، ما يقعد مع حتى حد، ثم واحد برك اللي هو فيصل خليفه اللي يحكي معاه قاعد، والاخرين ما عادش عندهم علاقه. معناها هل هكت الدير ليتوال؟ اي المشكله برجوليه يلزم دي سوليسيون اقوى من هكا نتاع مونترونور، مش مثلا مونترونور او ليتوال النجم مثلا جلسة عامة كما قال رئيس الجمعية ويحب يخدم ليتوال يقعد يخدم ليتوال، يحب يخدم بالليتوال ما راهو ما عادش خدمة بالليتوال. أنا من رأيي الشخصي نقوله اللي يحب يخدم ليتوال واللي يخدم بالليتوال لازم يخدم ليتوال. يزي يا نمار قداش تقعد تبدل في العباد وتقول عليها عرفت ليه؟ المشكل في الظرف هذايا نحترموا بعضنا وتحب معاش نتكلموا ونقعدوا لابدين وراكشين. يا خويا ليتوال ما يلزمش تتسير بالطريقه اللي قاعده تسير بها اليوم. وبالظرف ليتوال يلزم مجلس اداره باش يجي مجلس اداره فيه ناس وليتوال عندها مواردها وليتوال تجيب فلوس وليتوال يتجير الافكتيف نتاعها خير من هكا برشا وليتوال فيها برشا فلوس قاعده تعطى بالغلط. فما برشا غلط في الهدوال علاش كريم ما لازمش يقول لك كل شيء. مش هذا شكون اللي مش يصلح؟ اش قال لك؟ قال لك ما عنديش شكون مع جنبي. جنبي فيصل خليفه وزمنا نمشيو للرئيس باش ناخذوا المباركه. اخي معناها تصور انت في بالك باش تعمل اي حاجه لازم تمشي للمعمل. يا ودي راهو ما يجيش هكاك. راهو ما يجيش هكاك. راهو هذه طريقه غلطه. وكانوا المديرين والمسؤولين اللي قبل الكل يمشيوا للمعمل راهو نفس الشيء راه. حتى اللي كانوا مسؤولين ومديرين رياضيين ومنفذين الكل يمشيوا للمعمل باش ياخذوا البينيديكسيون ولا التصحاحة ولا الشيك ولا اللي تحب انت. راهو الطريقه هذه غلطه يا عبد ربي. ما غير ما نظلم، علاش ما نحبش نذكر الاسماء خاطر نظلم الناس. هذيك الاليه الموجوده شنو توا يا اخي؟ قلنا قبل ليتوال والله العظيم بعد فلان ما عادش تلقى لها واحد. ذكروا الاداره كيف بعد ليتوال شيء عظيم لازم تفهموا يا ناس. راهي ليتوال هي اللي تخدم في الناس مش الناس تخدم في ليتوال. الناس كلها وما عامل حتى واحد مسيا على ليتوال. والدليل هون قدام الناس كنت تشوفها قدامها. يدخل ليتوال ينجح هو اكثر من تنجح ليتوال. اخويا اعمل هالجلسة العامة اللي قلت وعدت بها الناس قبل الانتخابات بالقانون بالقانون ويزينا من الحيلة نتاع هاو نعمل ليزاديرون نركح لهم امورهم والدنيا كل تبدا مضبوطة وندخلوا وتدخل قائمة واحدة والناس كلهم يتفرجوا. خويا اللي يحب يترشح ليتوال يتفضل.